السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على الكالكيل دافويمو اللي كنا بدينا في المجموعة ديال الواتساب. قلنا أن الكالكيل دافويمو هو مهم بزاف، علاش؟ لأن الماء ملي كيجي حدا لوفغاج ديالنا كيبدا يحفر. أنا خصني نعرف شحال المقدار باش كيحفر الماء، هذا هو اللي كيتسمى الكالكيل دافويمو، باش لي فونداسيون ديالي يكونوا كبر من هاد لافويمو. هاد لي فونداسيون اللي كيتسماو في لوكا ديال لي دالو لي بارا فوي. عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال لي زافويمو. عندنا لافويمو جينيرال أو لا نورمال، هذا عادي بلا ما يكون لا أوفغاج لا والو، الما غيجي وغيبقى يحفر. بروفوكي سور لو بروفيل اون ترافير دو لويد سان أوفغاج اون فونكسيون ديال اش لا بي اش او لا سيكسيون موي لو ديبي ولا ناتور دو سول لا غرانيلاريتي. مثلا السول ما ماشي هو السول غرون، يعني ماشي هو السول اللي فيه لي بلوك كبار. افويمو دو او ريتريسيسمون دو ليكولمون بيان سور. دونك هنا كيكون عندك الواد دير هكا مثلا، انت غادي باش كتيكونوميسي في البروجي كدير لوفراج ديالك هكا. دونك لاحظوا معايا الماء يمشي في هذا لو سونس. دونك هنا غادي تزاد النوتر افويمو، غادي تزاد هذيك القوه ديال لافويمو ديال الماء. دونك هذا provoqué par la vitesse à l'ouverture des dalles. Ou qu'il y ait les ponts, les canadaires qui sont autour des piles. Donc, avec les piles des dalles, les ponts. Peut-être qu'on mette le pont derrière là. Les piles derrière, qui sont reculées. Avec les piles, c'est un moment qui est calculé pour que la fouille. Parce que j'ai le mât, j'ai le mât, j'ai le mât. Dans les dalles, nous avons fait la fouille générale ou l'affouillement dû au rétrécissement. Ou l'affouillement total, ou le mjmou'a dire 1, زائد 2. Le nisba, les ponts, ou 1, زائد 2, زائد 3. Hna, pour l'affouillement, qu'on fait seulement sur l'aval. L'anna l'aval, d'aïmen, finti qu'on l'affouillement kbir. Alèj, l'anna ka tzid la section tsgar. Bihoukoum aj, anna hna arfin anna l'évasement, donc les murs en aile, flamand qui compte l'angle d'ailleurs 30. Alors flaval qui compte 15, voire même qui compte parfois droite. Donc c'est qui zide la vitesse d'écoulement ou qui compte l'affouillement kbir flaval. Donc chez les deux les fondations, yani les parafouilles, la délgaon flaval kbar. Au bout de la mot, c'est ou un dirom qu'd hom qu'd laval, ou là, naqsin alayhom 50 centimes, 0,5 mètre. دونك دابا غندوزو مباشرة نشوفو كيفاش كيتحسب هاد لافويمون اون اتيليزون لي فورميل امبيريك. فوالا لافويمون، اول حاجة كنبداو نحسبو لافويمون جينيرال لي فورميل ديالنا. دونك عندنا لا فورميل دو لاغاز، لا فورميل دو لاغاز هادي هي لا فورميل. الحساب بي سي كوا بي، هنا مثلا غنشوفو بي وغنشوفو دبليو اس اتسيتيرا لا ميم شوز. ممكن نعطيهم مثلا تسمية ديال ال، نبدلهم في لا فورميل كاملين ونعطيهم ال. داكو تفا ديال لي بروبليم. دونك باش تفهم عندي لي فورميل انا كتبتهم تيل كيري فهم. دونك بالنسبة لي وقع عنده اشكال ممكن يسميهم بنفس الاسم، با دو بروبليم. واخا دونك نشوفو بي سي كوا ولا دبليو اس ولا. دونك هي هادي كتسمى ايضا لارجور او ميغوار، هادي يعني هاد لا لارجور كوريسبون او بي اش او. بي اش او اللي شفنا كيفاش نحسبوه لي بلي هوت او لو بي اش او، فوالا اللي شفنا كيفاش نحسبوه بلا ميثود ديال ليكسيل اي اوتوكا. فوالا انا مدخل هنا الفورميل، كندخل ليه هاديك بي، كندخل ليه البي اش او، وكيعطيني هنا لا بروفوندور. تقدروا تلقاو في ديفيشي اكسل هنا ما كيديروش لو موال بي اش او، سيتادير ان لا فويمو باش تفهموا علاش انا مدخل موال بي اش او ديريك. دابا هادي هي بي اش او، هنا فين واصل بي اش او، وهنا هو افويمو. في لي فورميل حاسبين من هنا بي اش او زائد افويمو، هي هاد لا فالور، هي هاد لا فالور، هي هاد صفر
27 فوا بي على بويسونس 7 سور 6 هي هادي. حنا اذا حنا بغينا غير لا فويمون، دونك خصنا نقصو منها البي اش او باش تعرفوا هاد القضيه. تقدروا تلقاو في دي فيشي تا كيحسبوا هذا كينقصوا البي اش او باش تعرفوا الاصل في هاد لي فورمول اومبيريك. فوالا هنا على حساب بي، الا كانت بي صغر من 10 متر او بي كبر من 10 متر، بي قلنا كتسمى لارجور دو بلون دو او لا لارجور او ميروار ديال لي بيرج، يعني ديال لي بيرج ديال الواد هادو كيتسماو لي بيرج، هادو لي بيرج. فوالا هنا هاد الفيشي اكسيرا ديجا مقاطو، دونك تدخل ليه باغ اكزومبل حنا عندنا بي مثلا دو، عندنا مثلا دوز. فوالا هاد الدي اللي عندي، عندي 3.38. فوالا تنقرا عليها مثلا ندير لها شي كولور. فوالا عندنا لا فورميل دو لاسي، دونك لا فورميل دو لاسي مثلا نقادو هكا. دونك لا فورميل دو لاسي، هادي لا فورميل دو لاسي. دونك هنايا غادي ندخل دابا هنا لي دوني ديالي 0.48 في لو دي بي دو بروجي على بويسون 0.36 موان اس سور دبليو اس. نشرحو كل حاجة. اس دي بي دو بروجي، هنا واحد المعلومة مهمة، انا كنخدمو بلو دي بي دو كري ماشي بلو دي بي ديال ماشي بلو دي بي اللي حسبنا بدي لورم، يعني لو دي بي كريتيك. و بارفوا كيطلب منا اننا في لي زوفراج اللي كنديرو ليهم ديمونسيونمون بان بيريود دو روتور ديال 10 ان، اننا نخدمو بالنسبه لافويمون 25 فوالا 25 دونك. كيفاش كنحولو؟ حنا راه معروف دي بي باش نحولوه من مثلا من 10 سنين ل 25 عام او ل 100 عام، راه كنستعملو لا فورمول دو فولار. هذه هي المعلومه بين قوسين. اما الا كان عندك ديجا محسوب دي بي بلا ان بيريود دو روتور ديال 100 طون او لا، فما كيوقعش هذا الاشكال. دونك فوالا هنا اس لا سيرفاس موي معروفه، يعني السيرفاس موي اللي غتكون عندك ملي غتحسب البي اش او. دابا مثلا هذا هو البي اش او اكزامبل، هادي هي لا سيرفاس موي، هادي فوالا دبليو اس راه هي هادي كوريسبون للبي اش او. دونك هنا هادي هي دبليو اس ديالي او لا كتسمى بي في لافورميل الاولى. فوالا دونك تي فورميل تري سامبل، داكشي مقاد. فوالا فوالا ندوزو لا فورميل التالتة اللي هي لا فورميل ال بي دو زو، حتى هي نفس الشيء. هنا فقط اللي مزاد هي دي سيكونت، دونك هاد دي سيكونت سيتادير شنو هي دي سيكونت؟ هاي سي لو ماي دو تامي ليس باسي 50% اون بوا دو ليشانتيون دي ماتيريو دو لي. كتكون عندك لا كورب غرانيلوميتريك غادي تمشي ل 50% دو باسون، وغادير ليها البروجيكسيون ديالها، وغادي تلقى هاد لو ديامتر اللي كيتسمى دي 50 وكاين حتى دي 90. هادي غادي نوري لكم في لا كورب غرانيلوميتريك اللي ديجا بارطاجيت معكم ديال داك الرابور جيوتكنيك. واخا تيكونوا مثلا هنا لي باسون، هادي مثلا نابورت كوا ديال الكورب غرانيلوميتريك. هنا مثلا الباسون ديال 50% تتقلب عليها وكدير البروجيكسيون، هذا هو دي 50 ها هو دي 50. كتشوف تاني فين عندك لي باسون 90 مثلا هنا فوالا، هنا هي دي 90 باش تعرفو كيفاش كيتبدو من لي فورمي. فوالا ها هي نفس الشيء. هادو كيف ما قلت لكم راه نبدلوهم كاملين نعطوهم بي، مازال غادي نلقاو واحد لا لارجور اخرى تا هنا نعطيها بي. فوالا هنا نعطيها بي 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 باش نسهل عليكم الفهم. دونك غادي نحاول نصوب في شي اكسير قدامكم. فوالا من الاحسن تصاوبوا دي فيشي اكسيرا، سي تري سامبل. فوالا دائما رقم لوفغاج، كل اوفغاج تحسبوا ليه بوحديتو. هنا لا فورميل دو دين، هنا لا فورميل دو دين مهمه بزاف.
هاد لا فورمول دو دين عندها علاقة بال دي 90. إذا كان دي 90 كبر من 6 مليمتر كتخدم بهادي، وإذا كان دي 90 صغر من 6 مليمتر كتخدم بهادي. فالور عرفنا كيفاش تجيب دي 90، دونك سي تري فاسيل. هنا غالبا هاد لي فورمول ديال ال بي دو سي ولا فورمول دو دين ما تنستعملوش بزاف لي رابور ديتيد، سورتو في لي بيو بروجي. علاش؟ لان خاصك هاد دي 50 وهاد دي 90، الو خاص تكون عندك واحد الرابور جيو تكنيك ديال لا فويمون. دونك بارفوا المتر دوفراج ما غاديش يخلص واحد رابور جيو تكنيك على لا فويمون، تيبغي البروجي يطلع عليه بلو مينيموم دو كو. سي دونك تنحاولوا نجتنبوا هاد لي فورمول، لان كتخصنا دي 50 و دي 90، سينو راه هما كيعطيو دي فالور لي فريمون اكزاكت. دونك هادو تيعطيو دي فالور مزيانين الا كانت عندي دي 50 و دي 90. دابا هكا كتكون حسبتي la fuimo genera. Donc درت قايد لي فورمي ديالك فوالا ندوزو. من بعد هنا قلنا كلشي غادي هادشي غادي نسموه بي 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 اي فوالا بي. دابا لافويمون دي او ريتريسيسمون. ها دونك لافويمون دابا ملي كدير الريتريسيسمون كتصغر المساحة او لا لونغور ديال الويل. فوالا هاي لافويمون دي او ريتريسيسمون سو برودوي كون لا سيكسيون دو ليكولمون اي ريدوي بار لا ميزون بلاس دو لوفراج. ملي كتحط لوفراج ديالنا كنقصو من المساحة ديال لوفراج. نخدمو بلا فورميل دو ستروب. دونك لا فورميل دو ستروب نقاد هادو، هادا نبدا نشرح لي فورميل فيهم ميتقال لورسن دوبل كليك باش تبقى تكليكي تفهم مرة بغيتي لورسن فورميل او دي اف فورميل دو لوفي اي فورميل دو كوندوريوس. دونك عندنا خمسة ديال لي فورميل واخا. دونك عفويمون دونك لا في مود ستروب. دونك فوالا هاو اش 2 موان اش 1. اش 1 سي كوا؟ سي لا بروفوندور ماكسيموم اون كرو سيكسيون نون ريتريسي. بي 1 سي لا لارجور او ميروار سيكسيون نون ريتريسي، سي تادير بي هي هاد بي 1 هي هاد بي. فوالا ام بي لارجور او ميروار سيكسيون ريتريسي. Voilà, c'est-à-dire la largeur de l'ouvrage d'Yelk. La dimension est Wilwed. On a toute la largeur de l'ouvrage, les charisnes dimensionnement. Maintenant, on a dit à l'ouvrage. Donc voilà, on voit la largeur de l'ouvrage. Quel est le matière de l'épaisseur? D'accord? Il est le matière de l'épaisseur. Mais normalement, le mal a dit trop le remède. On a dit trop l'épaisseur. pour des raisons on a le calcul ديالنا نتبعوا لا ميثود اللي تيخدموا بها لا بلي بار. دونك غادي نشدوا هاد لا لارجور كامله، هذه هي بي ديالنا فوالا، هذه هي بي 2. Voilà. Donc nkemmlo. Donc H1 profondeur de maximale en gris section non rétrécie. Chnou ktsawi? Ktsawi l'affouillement général ou la normale زائد le PHE. Yani ktsawi had la longueur li chrahna qbila. Donc dak l'affouillement général PHE هي هادي دل تحت ديال لوفاز زائد لافويمون. دونك عقلوا على هادي، راه غادي نجيبوها من لافويمون جينيرال. عندنا لا فورميل دو لورسن. لا فورميل دو لورسن هي اللي فيها شويه الخدمه. عندنا في كتعني لا فيتيس دون لوفاج، ديجا حسبناها بلا فيريفيكاسيون هيدروليك. عندنا دي سي كونترا معروفه شرحناها دابا.
هي كتعني لو ماي تطامي لي سباسي 50% اون بوا دو ريشانتيون ماتيريو دو لي سيكسيون نون ريتريسي ا لا بروفوندور دافويمون اون دسو دو دي جي، يعني تحت من لافويمون. هنا ماي تطامي لي سباسي 50% اون بوا دو ريشانتيون دو ماتيريو دو لي سيكسيون ريتريسي. واخا غادي نشرحها لكم. صورها فوالا. دونك كيف ما قلنا دونك تي ان سيكونت واخا صليكم واحد الشيما تي كامرا غادي يجينا من رابور جو تكنيك. تي ان سيكونت كتكون يعني هنا الفوق يعني ديال السيرفاس، و تي دو سيكونت يعني ديامتر ديال لا بروفوندور. كيفاش قلت لكم هاد لي فورميل بحال ما هكا يعني في الرابور جو تكنيك، سواء تيكون عندك كونتاكت مع الناس من ابو يخرجوا يديروا لي جيو تكنيك، سواء كتيكارتي هاد لي فورمي، لان مثلا باش يحسب لك دي سيكون دي ان سيكون ديال لا سيرفاس ويحسب لك دي سيكون ديال لا بروفوندور، يعني خصو يدير لاناليز غرانولوميتريك ديال لا سيرفاس ولاناليز غرانولوميتريك ديال لا بروفوندور او دوسو دو دي جي، يعني تحت من لا فويمو يحسب مثلا 1 متر ديال لا فويمو عاد يدير الفوي ديالو كاروطاج ديالو. فوالا. دونك بالنسبه l'affouillement du rétrécissement, qu'il y a les deux formules, qu'il y a la formule de Stroop ou qu'il y a la formule de Lorsen. Ou même les qu'il y a deux. Moi, je vais faire l'affouillement rétrécissé. Bien sûr, il y a les formules de l'EDF et la AKRI. D'abord, une fois qu'on a une section rétrécissée, il y a des rétrécissements. Il y a les formules qui ont le rétrécissement. Alors, la formule de l'EDF, الفورميل دو لوفي، فورميل دو كونديوليوس، هادو حتى هما الا بغينا نستعملوهم، ولكن هادو مع لافويمون جينيرال. دونك هادو كيتستعملو مع لافويمون جينيرال فقط. دو فورميل هما اللي كيديرو لافويمون دي او ريتريسيسمون، اللي هما لا فورميل دو ستروب اي لا فورميل دو لورسن. بالنسبه لي فورميل ديال او دي اف ولا فويمون جينيرال، ديجا شرحنا في الاول ديال لا فيديو بنفس الطريقه ونفس المعطيات، كيحسبوا لينا كاملين كنقصوا منهم لي بي اش او وراه عرفنا علاش. فوالا هادشي اللي كاين. من بعد شنو كنديروا في الكالكول؟ كنحسبوا لافويمو جينيرال، كنحيدوا مثلا لافويمو جينيرال، نشوفوا لي شنو عطانا. عطانا هنا 3، عطاني هنا 0.37، عطاني هنا ناقص 0.07 يعني هادي ايكارتا، عطاني هنا ناقص 3.36 دونك هنا هاد ايكارتا هاد ستروب لورسن ريتريسي، عطاني هنا 0.34، عطاني هنا 0.17، عطاني هنا 0.25. دونك هنا نقدر ندير لهم لا موين ديالهم. دونك لا موين عطاتني 1.2. حسبوا هنا فقط لا موين ديال لا سي و ال بي دو زو و ال او دي اف، هما اللي عطاونا دي فالور بوزيتيف، عطاوني 1.20. من بعد كتمشي كتحسب ديال لا فورميل ديال الريتريسي، دونك لورسن ستروب. هنا في هاد لوكا ديالنا عطاونا بجوجهم نيجاتيف، دونك ماشي تحسبوا. الوغ لو كانوا عطاونا بوزيتيف كنشوفوا واش لي فالور متقاربين مع بعضياتهم، الا كانوا متقاربين كنديروا ليهم لا مويان وكنزيدوهم على هاد لا فويمو جينيرال، كيعطونا لا فويمو توتال. هاد لا فويمو توتال الى ما كانش مثلا اكثر قل من 1.50 كنضربو في ان كويفيسيون دو سيكوريتي نورمالمون، الا كان ان بروشي مثلا ديال لوطوروت اولا كنضربو في 1.5. دونك شنو كنديرو؟ لافويمون جينيرال بلس لافويمون دو او ريتريسيسمون فوا 1.5 اللي كنسموه ان كويفيسيون دو سيكوريتي. داكوغ. و لا ريغل دونك بوغ افواغ لي فالور روتوني il y a lieu d'écarter les résultats aberrants et retenir les valeurs logiques et rapprochées dont la moyenne sera la profondeur d'affouillement général. C'est bon? Maintenant, كيف ما قلت لكم الا بغيتو تحصلوا عليهم هاد لي فورميل، انا حتى هادوك لي فورميل تخدم بهم هاد الاخرين ما تخدمش بهم، داكشي علاش ما درتهمش انا، مي نتوما تخدموا بهم كاملين. دونك لا فورميل دو ستروب الى فورميل دو لورسن شوني هاكا ترول سي نجيو لهنا ونقولو ليه
واخا ابخي نقادو ان شاء الله. دونك الله راه دابا ماشي مشكل، هنقادهم غادي نشدهم تماهم ونقادهم ونحطهم تما. بالنسبه للبريزونطاسيون ديال لا ريزولتا كنبريزونطيهم على هذا الشكل، في كل اوفراج كنجيو مثلا افيمو اوفراج 1 شحال كان عندنا الديبي دو كري، شحال لا لارجور او ميموار او ميغوار، شحال لا لارجور ريتريسي. بيان سور ندير واحد المفتاح نقول لهم ان ال كنقصد بها لا لارجور ريتريسي دي 50 دي 90 بي اش او، ونحسب لي فورميل هوتور افويمون فورميل هوتور افويمون سي بون. ومن بعد نحط ليهم لافويمون جينيرال كيف ما قلنا ان لافويمون كيتحسب فقط بالنسبه لافال. دونك مازال ان شاء الله نديرو حصص مقبله على لافويمون. الا كان عندكم اي سؤال ديما ما تنساوش تطرحوه في جروب واتساب. السلام عليكم.